السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من حلقات برنامج تصميماتنا. وزي ما تعودنا كل مره ان احنا بنجيب تصميم في ظهرنا ده ونبدا نتكلم عنه بالتفصيل حته حته. ماستر بيدروم في فيرست فلور في بيت، مساحه الغرفه عباره عن 30 35 40 متر، فيها تواليت فيها دريسنج، بس اللي معانا النهارده الاوضه. يلا نتكلم بسرعه زي ما احنا متعودين عن الارضيه. الارضيه عباره عن موكات ساده 4 سنتي 3 سنتي اللي تقدر تجيبه وحط تحتيه فوم، وده عشان المرونه واللي انت تقدر تمشي عليه وتحس الاحساس بتاع الاوتيل ستايل اللي انت بتحبه دايما لما بنروح في اي سفريه او اي حاجه، فبتلاقي الارضيه حلوه عشان هي مكات. فاحنا بدانا ان احنا نعمل كده بقالنا مده والناس كلها بدات تحب موضوع المكات ده. نخش على الحيطان. الحيطان عباره زي ما انتم شايفين كده عباره عن تجليده خشب، جنبيها ريزن، جنبيها في ميررز بتاع الدريسرز محطوطه. تجليد الخشب عبارة عن خشب لون بني على الفا ام دي اف، واخد قشرة متمشطة بالشكل اللي انت شايفه ده على 45. بتقدر تعمل انت شايفينه ده بديزاين بيبقى سهل جدا، وبتبدأ تتكون بشكل جميل وتبدأ تحط على الحيطة. اللي ورا السرير عبارة عن ريزن، بحب دايما الريزن او الجي ار سي، هم خامتين غاليين اقوياء جدا في ما بيستحملوا الخبط والرزع والكلام ده كله. نخش على السقف، الجبسون بورد، بنحط فيه السماعات، بنحط فيه كاميرات، بنحط فيه اللايت، بنحط فيه التكييفات. التكييف زي ما انتم شايفين في البيت دوت عباره عن كونسيلد، جريلا يمين، جريلا شمال، جريلا سبلاي، جريلا تيرن. السقف ده كان في البيت ده خدمنا ان احنا نقدر ننزل ال 40 سم بتوع التكييف الكونسيلد، بيبقى شيك بكتير من الهاي وول. الفرش اللي موجود في المكان كله عباره عن فرش راقي جدا جاي من فيزيونير. اما بالنسبه لللايت فهم مسرب، في ناس بتجيب البراند ده هنا في مصر، في ناس بتقدر تجيب حاجه شبهها من الصين تقدر تصنعها هنا ببساطه. يا رب تكون الحلقة النهاردة قصيرة وتكون مفيدة وتكون موضحة كل حاجة ليكم. ولو عجبتكم الحلقة ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وبإذن الله نشوفكم في حلقات جاية كتير بنفس الشكل وبنفس المضمون. واشوفكم على خير إن شاء الله. باي باي.